بالضبط، الجلسة هي تكون مخصصة فقط لانتخاب الرئيس. نعم ما ممكن أشرع قوانين بها، ما ممكن أناقش بها شيء ثاني، لأن الجلسة تكون مخصصة لانتخابات الرئيس. خلاص، أول جلسة بعد الإقالة تخصص انتخابات الرئيس. ما نعم ممكن في هذه الجلسة أسوي شيء ثاني. النظام الداخلي واضح، واضح جدا، القانون واضح. أول جلسة بعد الإقالة انتخابات الرئيس، معناه في أول جلسة بعد الإقالة هي مخصصة لانتخابات الرئيس. نعم أما أن يشرع قوانين ومنصب الرئيس هو شاغر ومنصب الرئيس فارغ، فهذا غير قانوني.